تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. فضيحه تحكيميه وتواطؤ وتفويت من جنش بالامس امام فيوتشر اللي اتظلم ظلم بين. هدف زيزو الاول من فاول واضح، وهوريكم فاول ليه، هنروح للحاله وهوريكم فاول ليه، وكمان في ضربه جزاء صحيحه 100% لفيوتشر وما اتحسبتش، ولكن ما قاله ميدو هو اللي كان يعني مفاجأة المفاجآت. بعد طرد ميدو من اللجنة الفنية بتاعت نادي الزمالك، قرر ان هو يرجع لسابق عهده ويتناول حبوب الصراحة ويصارح جماهير نادي الزمالك بحاجات المفروض هو ما يقولهاش، لان هو معروف ان هو طبال لمرتضى، بس مرتضى اتعزل زي ما حضراتكم عارفين، بس اتعزل نظريا مش فعليا. هتلاقوه لسه برضه موجود في منصبه وهيقول لك انا قاعد علشان بلم اشتراكات ومش عارف ايه، احنا هنبقى نعمل له فيديو بهذا الصدد. ولكن اسمعوا وشوفوا ميدو قال ايه على ازاي زيزو واللعيبه خدعت فيوتشر، والحكم اللي المفروض يبقى حكم رايه يمسك الكوره من مكانها ويحطها، وكمان حكم الساحه اللي المفروض يرجع اللعبه من اصلها. بص يا فندم، ميدو قال ايه؟ جنش يستحق جايزة أوسكار أفضل ممثل، عمل حركتين ملهمش لازمة علشان ياخد إنذار. والله أنا وسط الشوطين قلت ده جنش هيضيع المباراة،
وهيضيع زمايله ومجهود زمايله ومجهود علي ماهر. ما خلصتش الجملة. في الدقيقة يعني قبل ما المباراة تنتهي بدقيقة، واقف على جنب المفروض الحارس المرمى بيقف في نص الجون، حتى طريقة طيرانه الكوميدية اللي احنا شفناها، احنا كلنا بنعرف نلعب كورة وكلنا عارفين اللي بيمثل وعارفين اللي فعلا بيلعب بجد، ولكن الحركات القرع اللي عملها دي يعملها على عيال لسه في الروضة، لسه عيال بنت امبارح، ما يعملهاش علينا. يعني احنا خلاص شبنا وشعرنا شاب يا جنش، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، عيب عليك يا اخي. هو ما فيش زملكاوي يبقى عنده ضمير ويلعب بضمير للفريق اللي بيلعبه؟ فكرني والله بأسامة نبيه وماشي على مبدأ ان هو ما جالوش قلب ان هو يجيب هدف في نادي الزمالك لما كان بيلعب في غزل المحلة. ده مش كده وبس، ده ناصر فاروق لما كان بيدخل الاهداف في نفسه لما كان في غزل المحلة، ويحضن حسام حسن ويبوسه علشان نادي الزمالك ياخد الدوري. ايه ده؟ ايه ده؟ بقى ايه تاني؟ انتوا ما تروحوش في اي مكان عشان لسه باقي المصايب والكوارث. في ضربة جزاء صحيحة 100% لفيوتشر ما اتحسبتش، والشناوي بالمناسبة طلع قال الكلام ده، وفي فاول محدش جاب سيرته خالص. الهدف الاول لنادي الزمالك من فاول صحيح، وانا هوريكم فاول ليه. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف موضوع الحالات التحكيميه والفجر والعهر التحكيمي بعيدا عن جنش وتفويت جنش، وهنبقى نتكلم برضو على تفويت جنش بعدين. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل مع بعض. يلا فيه. البدايه كان في هدف زيزو الاول بعد ما يعني الحكم شاف ان الزمالك مغلوب 2-0 زي ما موجود امام حضراتكم، وحسب 5 دقائق الكرة كان في وسب من لاعب زمالك خط وسط الزمالك على لاعب فيوتشر، وايده كانت ممتدة وسندت على اللاعب ووقعته، وادي الحكم شايف الحالة ومع ذلك ما صفرش فاول لصالح فيوتشر. يعني في وسب وفي ارتقاء على ظهر اللاعب فيوتشر والحكم ما حسبش حاجة، والهدف اتحسب على الرغم ان الفار المفروض يرجع لأصل اللعبة ويقول له ان كان في فاول على لاعب نادي الزمالك الغي الهدف، بس ما يقدرش. ده الصباح الزملكاوي واللي على الفار زملكاوي والمخرج بالمناسبه زملكاوي والمعلق زملكاوي يجيبوا الحاله دي يتكلموا فيها. خالد فطوطه يطلع يتكلم هنا اصل اللعبه بدايه اللعبه، وهنا تاني اللعبه شايفين الارتقاء والوسم. تعالوا بقى للعبه التانيه وهي ضربة الجزاء. بص، مدافع نادي الزمالك صدر رجله لمحمد فاروق وهو بيجري. بص يا فندم، بص هنا صدر رجله. بص انا ممكن ما عرقلكش بس احط رجلي قدامك واوقعك. ادي الكورة بالتصوير المقرب، ثانية واحدة، ادي اللقطة بتوضح لنا هنا. شايف يا فندم رجل؟ لا بص، صدر له رجله كعبله. سيبك من الزقه اللي فوق دي لا ترتقي لضربه جزاء، زقه الايد دي لا ترتقي لضربه جزاء. وادي هي اللعبه من خلف المرمى. بص يا فندم، بص الزقه دي طبعا في الكتف هي فيها، بس هنقول انها لا ترتقي، لكن انت زقه برجلك. يعني هي انت هنا مصدر رجلك علشان اللاعب يتعرقل، مصدر رجلك عشان اللاعب يتعرقل، وكمان دفعه بالمعصم بتاع ايدك، يعني زقه بايدك. وهنا الكعبله هنا في الجزء ده، بص صدر رجله ازاي، وهنا صدر رجله ازاي، والفار نايم في العسل نوم. ده بخلاف الكلام اللي قاله ميدو وحضراتكم سمعتوه ان لعبه الفاول ما اتلعبتش من مكانها، والكره اتزحزحت 4 أو 5 ياردة استطاع منها زيزو انه يسجل الهدف. شايفين الفضايح؟ يطلع خالد فطوطه يتكلم؟ لا. اعلام قناه الحدث اليوم واحمد جمالات؟ لا. عفت نصاب وهزاز الرؤوس؟ لا، ما يتكلموش. ده بخلاف تفويت جنش، ده تفويت جنش ده مصيبه تانية لوحدها. ما تروحش في اي مكان، لسه الفيديو بتاعنا مكمل. اظن الصوره ما بتكذبش، فاول واضح للعيان والفار المفروض يرجع ويقول له ارجع يا فار وري الناس ان الكرة دي هدف غير شرعي،
لكن الصباحي شايف اصلا الفاول من البدايه ومشى اللعب. ليه؟ عشان الزمالك مغلوب 2-0. هل ده يصح؟ فين خالد فطوطه اللي بيصيح؟ فين خالد فطوطه ملك الفتنه اللي الواد جاب جون بايده يطلع يقعد ساعه ونص يتكلم، وبعد ما يخلص ساعه ونص يجي ساعه ونص بعدهم مع هزاز الديون، وبعد ما يخلص البرنامج ده البرنامج اللي بعده تطلع كريمه ام حسين مع هزازه الديون وتقل ادبها ويجيبوا شيحه يفضل يهرول ويهرتل ويصنع فتنه من هدف جاي من دراع اللاعب للمرمى، واللاعب اعترف ومدير الكره في نادي الزمالك اعترف، ومع ذلك خالد الغندور بلع لسانه وطالع يقول لك ريمونتادا ومش ريمونتادا. بس طبعا ميدو كان واجب عليه، ميدو خرابه ان هو يقول المفروض الحكم بتاع الفيديو كان رجع الهدف، كان لغاه. ليه؟ لان الكوره ما اتلعبتش من مكانها، التنفيذ غير صحيح. فاكرين كوره رامي ربيع لما كان التنفيذ غير صحيح والكوره كانت متحركه ورجع الهدف مع ان ده مش من ضمن بروتوكول الفار، واتلغى الهدف للنادي الاهلي الموسم الماضي لما فاز نادي الزمالك بالاحتواء وبروتوكول عصام هناء، فاكرين؟ طيب مش المفروض الفار يتدخل الكره جت هدف يرجع ويقول له ده الكره ما اتلعبتش من مكانها؟ ده احنا كنا متعودين لما بيبقى فيه فاول تلاقي حكم الرايه راح نازل بسرعته وواقف في مكان اللاعب وقع فيه ويبتدي يوقف الحيطه من ادوار الحكم المساعد كده. اصل انت مش قاعد بترصد لي الكره الاوفسايد فقط لا غير، ده ليك مهام اخرى، انت اسمك مساعد للحكم يعني بتساعده في قراراته، انت عندك صلاحيه ان انت تدي ضربه جزاء لان الحكم ممكن يبقى مش شايف، انت شايف بعينيك، انت مساعد للحكم. ولكن البخرج عادي زملكاوي، بتاع الفار اللي قاعد على الفار زملكاوي، الصباحي زملكاوي، حكم الرايه زملكاوي، جنش اللي فوت زملكاوي، ضربه جزاء واضحه للاعمى والفار ما جابهاش. فين بقى هزاز الرؤوس ورئيسهم اللي لسه معزول من شويه؟ فينهم؟ بس دي فضيحه. حتى المركز التالت مش عارفين تاخدوه بمجهودكم، برضه احتواء، حتى في المركز التالت احتواء. عهر وفجر وقلة أدب من الحكام. ما هو كده كده رايح الكونفدرالية، وكده كده خلاص يعني مش هروح دوري الأبطال. إيه العهر التحكيمي ده؟ ولكن إحنا بنوريلكم الحياة. أنا كده عملت اللي عليا. أنا جبت لكم حالة، على فكرة إن نزلت الحالات دي عندي على الصفحة، صفحة الأهلي، وكمان في المنتدى عندنا بس انا قلت لازم اطلع اعمل بيهم فيديو باعتراف ميدو، عشان ميدو قال حاجه مفيده. انا جبت، انا لميت لكم اللي حصل امبارح في ثلاث اشياء: اوسكار احسن ممثل لجنش والتفويت، وميدو خرابه طلع واعترف ان الكره اتنفذت مش من مكانها، ولو كانت من مكانها ما كانش جه منها هدف، في فاول محدش جاب سيرته خالص، انا الوحيد اللي خدت بالي حتى من اللايف ورحت مصوره. طبعا البوابين على كعادتهم: هي اتق الله يا اخي، اتق الله، انا اللي اتقي الله؟ ما هي دي مش فاول، يبقى انت كمان. ما هو العيب مش عليهم، العيب على المصدر اللي بيتلقوا منه المعلومات في قناه نادي الزمالك اللي ما تعرفش الفاول من ضربه الجزاء، من بيمشوا الدنيا، بيعلموا الناس غلط. تخيل لما انت تدي نشأ غلط. ولكن انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، مهمتك معروفة يا فندم، ما تكسلش. بتكسل ليه؟ اللايك والله العظيم ما هيضايقك، لا هتدفع عليه فلوس ولا هي ولا هي, هي يعني يضايقك ولا هياخد منك وقت ولا اي شيء. لايك وشير على اكونتك، الاثنين دول والله العظيم ما هيكلفوك حاجة. اعمل شير على اكونتك، شير على جروب، ما هي دي فضايح احنا بنكشفها عشان نعرف الناس دي انها حتى المركز الثالث اخدوه حرام. فما تحرمناش ان صوتنا يوصل للناس من خلالك يا فندم. ما انا ما عنديش قناه تلفزيونيه اطلع فيها، انا لو بطلع في قناه النادي الاهلي مش هقول لك اعمل لي شير ولا لايك، خلاص. لو بطلع في قناه ناس بتشوفني مش هقول لك اعمل لي لايك ولا شير، هجيب الحالات واقول لكم اتفضلوا، واجيب خبير تحكيمي يقول لي ايه رايه في الحالات دي. ولكن اللي انا عايز اقوله ان مهمتي انا انتهت، الدور والباقي على مهمتك انت، تعمل لنا لايك وشير وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش في القناه، وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم، قناتكم للاهلاويه، الاهلاويه على اليوتيوب. يلا بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.